الاتهامات من أن أذرع إيران كما جاء في الاتهامات كان لها دور أيضا ربما بإطلاق بعض المسيرات أو الصواريخ تجاه إسرائيل. سنأتي على ذكر هذه النقطة، لكن دعني أسألك، سأعود لهذه النقطة بشكل مفصل. لا عزيزي، اعطيني مجال، اعطيني دقيقة. تفضل. هذا حقيقة الكلام غير صحيح، يحاول أن يسوق بالإعلام ويسوق كذلك العراق استعاد نقطة التوازن ما قبل 7/10/2023 حقيقة، والآن القوى السياسية العراقية قد عملت مع السيد رئيس الوزراء على الاستقرار التام واستتباب الأمن في الأراضي العراقية بصورة تامة جدا. نعم. وهذا حقيقة كلام سوق إعلاميا بهذه الصيغ، لكن على أرض الواقع حقيقة هذا الكلام غير صحيح.